محافظة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بلاي. فيه أحد ويحترم فيه الجميع بدون إقصاء أو تمييز. رسالة خليل لكم، استمروا. كتبوا رواية عن خليل تقول هذه الرواية إنه يدعو للإرهاب وإنه يحض على الإرهاب، هذه رواية، وكيفتها النيابة العامة لأنها تعمل معه. وهناك رواية أخرى نطقت بها الأمنستي انترناشونال، خليل لم يدعو إلى العنف وكان يدعو إلى السلم. يومان رايت ووتش، خليل يدعو إلى السلم وينبذ العنف. أمريكا، بريطانيا، أي الروايتين أنتم، مع الاستخبارات وتدليسها وكذبها أم مع الضمير العالمي ممثل في هيومان رايت ووتش وممثل في الأمنستي انترناشونال؟ سننتظر وسنرى أين هو موقفكم. من أجل كرامتنا في وطننا وحقوقنا العادلة ومستقبل أبنائنا، أدعو للمشاركة في مسيرة الأسبوع القادم من أجل البحرين حرة كريمة حديثة ديمقراطية، من أجل الوفاء لكل الذين ضحوا في سبيل هذه المسيرة، ليرى العالم الأسبوع القادم إن هناك شعب عظيم وليس شرذمة قليلة يطالب بحقه، وهو على استعداد للمضي في المطالبة بهذا الحق حتى النهاية. إلى الأسبوع القادم، شعب يتحرك ليراه العالم أجمع.